اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. ولقد اتصفنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق بما تديك عن كافه البطون والاوراق. كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا اقبلهم الى مقام الاخلاق في سبقا اوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رب الخلق لا يقول ولا يمر الا معروفا او الخلق السهل لا تمحتوي على المعمل الجزل يده مسكينا جبل جبل معجله وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم ولهما سهولة أخلاقه نعمة الدنيا التي ترتعد منها فرائش الأدوية من البلية ولنصر الدنيا تترك الدنيا والمنازل بأرخي الدنيا المجاليس والمحافر. أول صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وهو من خلقه في البرية محمود إلا وهو مطلب عن زين النجوم أجمل في الوصف الحبيب وشابه وله أولى في نبيه ومقامه أنصف عزة تعالى من جهاد أخذ العلماء السهاد ونعمه وذلك صدر ظلم في تبليل ما أفاده العلم وقرآن نور النبي الكريم وإلا يجمع كرم الله به هذا العبد المقربا من التكريم والتعظيم والخلق العظيم عزنا من نفسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأخر السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي ذلك أحسن ختمك ما يحسن التدبير فعليه أفضل الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.